ابدا بالشكلمه، انا بحبها جدا، ومع ان انا مش من الناس اللي غاويه جوز الهند بس بحب الشكلمه قوي. هنحتاج كوبايتين من جوز الهند يكون متوسط النعومه، لا خشن قوي ولا ناعم قوي، بيضتين ونص كوبايه سكر وحليب مكثف محلى ومعلقه صغيره سائل فانيليا، رشه ملح ومعلقتين كبار من الدقيق ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. وعايزه اقول لكم ان انتم ممكن تستغنوا في الوصفه دي عن السكر تماما وتكتفوا بالحليب المحلى لو انتم بتحبوا حلوياتكم ما تبقاش مسكره قوي، فممكن نستغنى عن السكر تماما. وانا الحقيقه شايفه ان ممكن نعمل كده، نستغنى عن السكر النهارده ونكتفي بالحليب المركز المحلى، كوبايتين من جوز الهند، بيضتين، نص كوبايه سكر، حليب مكثف محلى، معلقه صغيره سائل فانيليا، رشه ملح، معلقتين كبار دقيق، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. طيب لنفترض ان انا ما عنديش حليب مركز محلى وعايزه استغنى عنه، اعمل ايه؟ مفيش مشكله خالص، هنشيله ونحط بداله نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من السمنه، هو بيحل محل الماده اللي بتحلي وبيحل محل كمان الماده الدهنيه في الوصفه بتاعتي، ولكن اللي حابب يستغنى عنه هيعمل كده. هنعمل ايه؟ هنخلط كل المكونات الجافه، هحط هنا جوز الهند، هحط كمان البيكنج باودر، عفوا، هحط كمان الدقيق، وهقلب كل المكونات دي مع بعضيها بمضرب سلك. عايزه بس كده وانا راجعه في الطريق اخد معايا ايه؟ رشه ملح، تقليبه، نخلط كل المكونات دي، نوزع البيكنج باودر، نوزع الدقيق، نوزع الملح. والشكلمه اللي انا بعملها دلوقتي دي من انواع الشكلمه اللي كل ما استوت اقل كل ما بقت احلى، لما بتستوي كتير بتنشف، فناخد بالنا من النقطه دي جدا. هلبس جوانتي عشان انا هشتغل بايدي دلوقتي، وهبدا اضيف المكونات السائله. ايه المكونات السائله؟ عندي البيض وعندي الحليب المركز المحلى، هضيف البيض، واقدر على فكره اختصر البيض لبيضه، ولكن هو بيضتين بيدوا نتيجه افضل. هاجي هنا على البيض واضيف له الفانيليا، هقلب الاتنين كده على بعضيهم بالمنظر ده، تقليبه سريعه بس، واضيفهم وهبدا اخلط المكونات مع بعضيها، وانا تدريجيا بضيف حليب مركز محلى، هضيف شويه كده الاول واخلط، محتاجه تاني هضيف، لقيت ان انا تمام خلاص مش هضيف، وهو درجه تحليته عاليه جدا فاحنا ما بنحتاجش منه كتير عشان نوصل لدرجه التحليه اللي احنا عايزينها. شويه بس كمان صغيرين قد معلقه كبيره هيظبطولي الدنيا، وهيلمولي حبه الجوز هند اللي لسه مفرفطين مش اتعجنوا. بس خلاص بصوا بقت عندي، بس عايزه اوريكم عجينه شكلما هي بتتماسك لما اجي اشكلها. ده كل الموضوع، اقل تقليب في الدنيا يا جماعه، مش عايزين تقليب كتير عشان بينشفها، ومش عايزين سوا كتير عشان برضو بينشفها. درجه التحليه كده ممتازه، لو كنا طبعا حطينا السكر ما كناش هنعرف نحط براحتنا حليب مركز محلى، وانا افضل ان احنا نعتمد عليه في التحليه ونستبعد السكر تماما، بس انا بحب دايما اديكم كل الحلول لما يكون في احد المكونات انتوا مش بتلاقوها بسهوله او بتغلبكم. ثواني اجيب صينيه نبدا نشكل عليها، صينيه بمفرش سيليكون، نمسح مكاننا ونبدا نشكل الشكلمه على نظافه. اللبن المركز المحلى نقط فعمل لي ايه؟ تلزيق كده، فعشان التلزيق ده ما يفضلش موجود اهو انا مسحت بشويه ميه بس كده. السكر مش عايزينه، والحليب برضو خلاص مش عايزينه،
وبس ايه هنا كمان في تنقيطة بس كده. يلا هنبدأ نشكل الشكلمة. وطبعا الشكلمة مش من الحاجات اللي لازم نحنتف شكلها قوي، فهي حلاوتها اصلا بتبقى منعكشة كده ومفنكشة، وجوز الهند طالع منها ده احلى حاجة. وانا مجهزه لها شويه مكسرات كمان اضيفها على الوش لو انتوا حابين، لو مش حابين مفيش مشكله تبقى ساده. آه والله ممكن اعمل الصينيه حبه كده وحبه كده عشان يعني اوريكم ايه النتيجتين. بتتشكل معانا بكل سهوله ما دام احنا ظابطين مقدرنا، خلاص كل حاجه بتبقى بسيطه. بعد كده بناخد حبه من الخليط في ايدينا نضغطه بالشكل ده، بس كده، ونقوم عاملين كورة. ممكن اخد الكورة دي احطها كده في المكسرات، ممكن احط فستقية مثلا على الوش كده، وممكن ما اعملش ده خالص واسيبها سادة، وهو يعني التقليدي انها تتساب ايه سادة، بس ايه كله شغال اللي يعجبكم يعني. نكمل ونحاول طبعا ان ايدينا تكون ايه موزونه بحيث ان كلهم يبقوا قد بعض عشان بس الشكل يبقى متناسق، وطبعا عشان السوا يكون متناسق، لان لو كلهم مش قد بعض اللي هيحصل ان حبه هيستووا وحبه هيبقوا نيين، ممكن حبه يستووا وحبه يتلسعوا، هيحصل بقى عندي ايه تفاوتات في درجه السوا انا في غنى عنها. فعشان ده ما يحصلش بناخد بالنا كده من الاول ونعمل ايه؟ نخليهم كلهم سوا بعض. وده ينطبق على اي حاجه بنسويها في صينيه واحده، معجنات، بسكوتات، بيتي فور، كحك، اي حاجه، لازم يبقوا نفس المقاس، مش عشان الحنتفه، لا عشان السوا، علشان السوا يبقى متساوي. بنسيب شويه مسافه بين كل واحده والتانيه، ليه؟ لان وارد ان هي تفرش معايا شويه. وهنكمل الصينيه بالشكل ده. وادي صينيه الشكلمه جاهزه، متماسكه، جميله، ظريفه، سايبين بينهم شويه مسافات علشان ايه؟ لو في الخبز حاجه فردت يبقى معانا مساحتنا وامورنا كلها تمام. هندخلها فرن سخن على درجه حراره 180، وزي ما قلت لكم عايزين اسرع خبز في الدنيا، عايزينها يا دوب بس تاخد لون اشقر كده فاتح، ومش لازم حتى لو فاتحه مفيش مشكله، ونطلعها على طول. كل ما هتتخبز اقل النوعيه دي من الشكلمه كل ما هتديني طعم ونتيجه احلى، وهتبقى جوسي كده وملبده من جوه زي ما الناس بتحبها. فده وصيتي ليكوا يعني في السوا. الرف اللي في النص حراره انا مشغله من فوق وتحت، ولو عندي طبعا مروحه توزيع حراره قطعا هشغلها. نخلي المكسرات دي على جنب نقدم بيها في الاخر. الشكلمه عماله تاخد لون سريعا، وده حاجه كويسه لان احنا زي ما قلنا عايزين نخبزها باقل قدر ممكن. انا لما لقيتها خدت لون كده بسرعه وطيت النار من فوق، سبتها من تحت بس علشان اضمن ان السوا يكون متساوي من جوه ومن بره ومن كل حاجه، ما تشققش مني وهي لسه نيه. الشكلمه خدت مني لون زياده، يا رخمه، سرحت في الحمصيه. شفتوا سريعه ازاي؟ لونت مني بسرعه ازاي لما سهيت عنها؟ خدوا بالكم بقى، مش كلها طبعا، وما اتحرقتش يعني، هي بس لونت زياده. في فرق كبير جدا بين ان اتحرقت ولونت زياده. الشكلمه اللي عاملينها قبل الحلقه اهي عشان بس تعرفوا اللون، انا قلت لكم اللون الفاتح ما يبقاش غامق كده، انا بس اتشغلت عنها وانا بعمل الحمصيه فغمقت مني شويه، لكن هو اللون الفاتح ده احلى طبعا بكتير. تقدروا على فكره وهي سخنه تسقوها شربات لو انتوا بتحبوها جوسي وطريه قوي، بتبقى احلى على فكره. ف وسكرها يستحمل انها تتسقي بشربات لو ما حطيناش سكر خالص ومشينا على الطريقه اللي هي باللبن المركز بس، فتقدروا تسقوها شربات يعني. انا مش بفضل بالذات لو هتقعد وقت بتبقى كده احلى، ولكن براحتكم طبعا تقدروا تسقوها شربات لو عايزين.